يجب ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي اجي حدا جبنا ندوي على الزيارة جبنا هناك ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 وعدد الوفيات، ضغط كبير على المستشفيات والمصالح والإنعاش والتخدير. الخروج للضرورة القصوى، هذا الإجراء في مصلحة المواطن وعائلته ومحيطه ولصحته وسلامته. ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما هو الحل الوحيد الموجود حاليا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.